السلام عليكم. رحنا في واحد الظروف اللي لا تحمد عقباه. ها هما المرضى رفضوا الماكله كلها هاني. ما بغاوش يقبطوها. المرضى ديال كوفي 19 ما بغاوش يقبطوا. يضرب على الطاعه. ما بغاوش يقبطوا الماكله. بغينا نخرجوا بحالنا نموتوا في ديورنا. ماشي حتى يحشيونا في خنشه ونخرجوا. ولاو الناس كتخاف من كوفي 19. ها هو الباب مبلع علينا. والو ما يخليوناش نخرجوا مبلعين علينا من فوق من تحت بحال اللي رحنا في تندوفت. ولا رحنا في تازمان مرت هذا راه ماشي. احتج عدد من مرضى كوفيد 19 بالمركز الاستشفائي ابن باجة بتازا صباح يومه الثلاثاء من غياب الأطر الصحية والرعاية الطبية، مطالبين من المسؤول الأول على إقليم تازا مصطفى المعزة عامل الإقليم بالتدخل الفوري لوقف اللامبالاة التي يعامل بها هؤلاء المرضى. وكشفت مجموعة من الفيديوهات التي صورها المرضى أن المركز المخصص لعلاج المرضى لا يقدم أي علاج أو مراقبة طبية، إذ يتوصل المرضى بوجبات الأكل والشرب مع غياب أدنى اهتمام بالمصابين بالأمراض المزمنة، حيث يتكلف المرضى بمساعدة بعضهم البعض. كما أن تشخيص حالة المريض بعد قضاء فترة الحجر الصحي تتم عن طريق الهاتف بطرح بعض الأسئلة ليتم إخباره أنه شفي من الفيروس دون إجراء تحاليل تثبت ذلك. المصابين نددوا بالإهمال وغياب الأذان الصاغية لكل شكاياتهم والتدخل لتقديم العلاج للمرضى، حيث يكتفي الممرض بمنح الدواء لمدة 7 أيام للمريض الملزم عليه تناوله حسب الوصفة، وهو ما يطرح إشكالا لدى فئة عريضة بتتبع هذه الوصفة خصوصا الأشخاص الأميين منهم. ناهيك عن الرعاية للمسنين، رفع معها بعض المرضى والنشطاء شعار كورونا لا تقتل، الإهمال الذي يقتل. معاناة المرضى بجناح كوفيد بالمركز الاستشفائي وغياب الرعاية والاهتمام كانت محور نداءات للنشطاء الفيسبوكيين وجمعيات المجتمع المدني وبعض البرلمانيين بمراسلات هامة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الصحة أيت الطالب، جوبهت بعدم اللامبالاة. ليتساءل البعض عن العلاقة بين الوزير والمدير الجهوي للصحة بجهة فاس مكناس، ومنها علاقة هذا الأخير بمدير المستشفى والمندوب الإقليمي للصحة بالنيابة، ومعها أسباب تنقيل المندوب السابق إلى تونات دون أي سبب. وكان كل الخبز في السوق، حنا واكل الخبز في السوق. شحال هادي باش تسالى الكدوة؟ شحال هادي باش تسالى الكدوة؟ شحال هادي شري باش تسالى الكدوة؟ شحال هادي؟